صديقي الانسان، ازيك؟ عامل ايه؟ واخبارك ايه مع الحياه؟ اتمنى يا رب تكون بخير. ان شاء الله النهارده معانا فيديو لزعيم المابوغو العراب ماكولو، وهنشوف ماكولو هو بياكل اتنين من الحيوانات البريه، بياكل سلحفه النمر وبياكل الخنزير الوحشي. وفي اخر الفيديو في معلومات سريعه عن الاسد راستا وعن خمس ذكور من ابناء المابوغو اللي تم قتلهم على ايد الصيادين. يلا بينا من غير كلام كتير ندخل في الدهليز على طول ونشوف معانا ايه النهارده عن المابوغو. بس زي ما احنا متعودين، صديق الانسان، قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد من سلسله اساطير الاسود. صديق الانسان، احنا دلوقتي في قلب ادغال سابي ساند في جنوب افريقيا، واللي بيظهر في المشهد اللي قدامنا دلوقتي هو الاسد العظيم ماكولو من تحالف المابوغو. ماكولو اصطاد سلحفة النمر الكبيرة. الأسود دايما أو عموما مش بتاكل السلاحف بسبب القشرة السميكة القاسية اللي على ظهرها، لكن زي ما احنا متفقين صديق الإنسان إن الأسود كلها في مكان وأسود المابوغو في مكان تاني لوحدهم، وإنهم ما يتقارنوش بأي أسود ظهرت في آخر 50 أو 100 سنة على الأقل، وتحديدا بقى القائد بتاعهم الزعيم ماكولو. ودلوقتي هسيبك تستمتع مع ماكولو وهو بيقشر السلحفة وبياكلها بألف هنا.
في المشهد ده بقى ماكولو بيظهر في عز الظهر وبيثبت ان الاسود في البرية بتظهر في اي وقت مش في الليل بس. زئير الاسود هو عبارة عن انفجار خوار عميق للصوت بيتم دفعه من خلال الفم المفتوح. الزئير ده كمان بيطلع باستخدام عظام اللامي، وده عظم صغير ما بيكونش ناشف وصلب عند الاشبال او الشباب. حيوانات كتير بتظهر مش بس الاسود، والزئير ده بيكون لاسباب مختلفة زي الاعلان الاقليمي للارض والحدود والتواصل مع الاعضاء التانيين، واوقات كتير بيكون للتنفيس عن الغضب، بالاضافة طبعا لصوت الهدير، والهدير عند الاسد بيكون لعملية البحث عن انثى والتنافس عليها. ونمط الزئير عند الاسد بيتكون من 3 اجزاء عموما، مقطع بداية بيكون شبه الانين، ومقطع متوسط وده بيكون فيه نغمات عالية التردد ومنخفضة، ومقطع اخير بيشبه لحد كبير صوت الشخير. دلوقتي بقى معادنا مع الجزء الاهم اللي انت اكيد مستنيه صديق الانسان من بداية الحلقة، الا وهو إراستا وابناء المبوغ الخمسة. قبل اي حاجة، المعلومات اللي هتتقال دلوقتي في جزء منها مؤكد 100%، والجزء التاني كله تكهنات ومفيش عليه دليل ملموس. يوم 10 فبراير سنة 2008، الدكتور ويليام وادل، وده الدكتور المسؤول عن رعاية حيوانات سابي ساند في الوقت ده، وده برضو واحد من الناس قليلة جدا قدروا انهم يلمسوا المبوغ، كان بيعمل اختبارات على كل افراد المبوغ وبيحقنهم بحقن اسمها توبيوكولين لمدة 48 ساعة، وبيتقال انها كانت زي مقويات وقياسات للجلد، وبصراحة انا ما فهمتش الموضوع ده خالص. المهم بقى ان زي ما قلنا كل افراد المبوغ حصل لهم نفس الموضوع، ماكولو وبريتي بوي وحتى راستا، بس من بعد حقن راستا ما ظهرش تاني او اتشاف في الادغال الافريقية، وتقال انه اختفى زي دريدي لوكس بالظبط. بعدها بقى حصلت المصيبة الأكبر في قطيع إناث نهر الرمال ساند ريفال برايت مع أبناء مبوغ الخمسة. كتير مننا ما يعرفش إن المبوغ في الوقت ده كان عندهم 5 أشبال قربوا يوصلوا لسن البلوغ. في بداية سنة 2009 كان للمبوغ 7 أشبال من قطيع ساند ريفال برايت، 2 إناث كانوا وصلوا لسن البلوغ و5 شباب لسه ما وصلوش لسن البلوغ. وفي نفس السنة حصلت أمطار غزيرة في القطاع الغربي وبالتحديد عند منطقة إناث ساند ريفر، وكلنا عارفين إن الأسود ما بتحبش المطر والمية الكتير، علشان كده المجموعة كلها هربت وقرروا إنهم يخرجوا برا محمية سابي ساند. لكن السلطات كلفت فريق معروف بالوحشية والقتل إنه يرجع الأسود اللي مشيت دي، وفعلا قدروا يرجعوهم تاني في العربيات لسابي ساند، لكن الأسود رجعت تهرب من تاني. وهنا بقى بيحصل حاجة غريبة جدا، السلطات بتقرر انها تتخلص من القطيع كله، كبير وصغير، اناث وذكور، وقطيع اناث ساند ريفر اتمحى من الوجود وما بقاش فعلا موجود. ودي اغرب حاجة انا عرفتها، يعني بدل ما تنقلوهم لكروجر ناشونال بارك رجعتوهم بالقوة، وكمان قررتوا انكم تقتلوهم، اطلقوا النار وقتلوا ابناء المبوغ الخمسة. وده خلاني متأكد ان اختفاء راستا ودريدي لوكس مش صدفة، وانها عملية قتل غير شرعية. ومش مستغرب كمان من الخبر اللي بيقول انهم السبب في موت كينكتيل على ايد الماجنجلانز لما عطلوا مستر تي وفصلوه عن اخوه، ده سمح للماجنجلانز انهم يقدروا يقتلوه بسهولة. طب ازاي محمد يعني ده حصل؟ كينكتيل ومستر تي صديق الانسان ما كانوش بيفتروا ابدا، واكبر دليل على ده انهم قتلوا واحد من الماجنجلانز الصبح وقعدوا سوا، والتصوير كان جايبهم مع بعض، فجأة بقى التصوير بيختفي وبيظهر بالليل بس على رجوع الماجنجلانز الارض مستر تي وكينكتيل. كينكتيل بقى في الوقت ده كان لوحده، ومستر تي مش موجود طبعا، وظهر لما كانوا خلاص خلصوا على الملك ومات. عموما المبوغ اسرارهم كتير والغازهم اللي لسه مش مفهومة اكتر واكتر. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من سلسلة اساطير الاسود. صديقي الانسان، من وجهة نظرك بقى، افراد المبوغ وابنائهم اتقتلوا بسبب المحمية، ولا كل دي مجرد تخمينات وتكهنات زي ما قلنا وانها مش حقيقية؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوى وامتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.